إلى العمل الخيري، حيث استقبلت جمعية الشارقة الخيرية مكفوليها الأيتام من جمهورية سريلانكا لدى وصولهم مطار الشارقة الدولي الجمعة الماضية قادمين من مكة المكرمة عقب أدائهم مناسك العمرة. تفاصيل هذا الاستقبال في سياق تقريرنا التالي. ضمن برامج الرعاية الشاملة التي تنفذها جمعية الشارقة الخيرية لمكفوليها بشكل سنوي، استقبلت الجمعية مكفوليها الأيتام من جمهورية سريلانكا بعد ابتعاثهم لأداء مناسك العمرة، حيث رسمت البسمة وأدخلت الفرحة على وجوه الأيتام المكفولين لتكون عوضا لهم عن فقدانهم آبائهم. وفد جمعية الشارقة الخيرية استقبل المكفولين وأمهاتهم بمطار الشارقة، حيث تم اصطحابهم في جولة ترفيهية شملت المتحف العلمي ومتحف المحطة، ومن ثم زيارة مربى الشارقة للأحياء المائية وجزيرة النور بالمجاز لتعريفهم بالمعالم السياحية داخل إمارة الشارقة. كما والتقى وفد الجمعية ممثلا بأمينها العام المكفولين بقاعة الضيافة بالجمعية مرحبين بهم ومؤكدين أن الإمارات رائدة في نشر مبادئ التسامح بين كافة الأقطار. وفي لفتة تعكس مشاعر الحب المتبادلة بين المكفولين والجمعية، قام عدد من المكفولين بتقديم لوحات فنية من رسوماتهم إلى كل من الأمين العام ومدير إدارة المشاريع ورئيس قسم الأيتام ومدير إدارة الإعلام بالجمعية، لتكون المشاعر الإنسانية الصادقة عنوان هذا اللقاء الخيري الهام.